بلش قال يلا حيهم. ما تلاحظ من يوم تحت ولا ذا قال يلا حيهم. لا ذا يا اخو مزري ذا ضبط الوضع تكبر يا الغالي. على فكره اقول اتفقنا ولا لا؟ لا ايش دعوه؟ كل الدعوه ترى هذول جايين تعبانين، مو من القصيم جايين تعبانين مع الدرج، يعني رحلتهم من هنا من القصيم لهنا رحله تعب. والرقي والرقي لحاله ركبوا اسانسير يا اخي. انا مقتنع شغالينهم الحين. انا مقتنع ترى نكمل حلقاتنا انا ابو فهد نكمل يعني خلي زي ما انت. وبعد الرياضه ترى بعد الرياضه بالدرج رياضه. اي والله الله اكبر يضركم يعني يا بيتك بيتك بمصعد اي في يع دقيقه الا انا شايف انا شايف معنا صورته انا بالدور الخامس يعني ارقى رجل حلو في سيارته في مصر فيه مصر انا شايفه بعد ما سواها هذه كلمات ابو خلي بالسناب مستر بن طلع فوق سيارته بكرسي هذه حركات ما سواها ابو خلي بالسناب في اعمال جايه؟ نعم ان شاء الله في عمل ان شاء الله لي انا وابو خليل يبي يشاركنا ان شاء الله لا مجموعة من النجوم هونا هونا نشوف 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 نكلمهم يبي يشاركنا مجموعة مجموعة من النجوم ان شاء الله يبي يشاركنا سعود فهد ويبي يشاركنا عبد الله الجميري حلو هذول اللي كانوا في البداية ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله والله صراحة واحد منهم بغى يجيب العود 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 يا شباب جازونا الجمر يعني طيب هو طيب الله فاله اجى العيد ايه بغى يجيب العيد والله هم يقول روما نعم يقول ايش عاصمته؟ اشوه اشوه الحمد لله انجرتين انجرتين حسبت انه بيتكلم على اخر بيض الله وجهه لا والله انه ما قصر اي والله ما قصر والله انه ما قصر فهذا هو العمل الجاي ان شاء الله نبي نتشارك انا باذن اخوان بروح اخلص الشغله اوجيكم وانت ابي بيت بيتك استريح يا رجال دقائق اوجيكم بس تعال يا رجال امين كنت طالبين يصبر روح لازم يصرخ مره والله مرذوله فارطين لا ما يصلح انا قايل لك والله بنطلع بخشب من البرنامج شقلون شقلون ما خلنا افهم ترى الشيخ يقول تعالوا بسرعه هذول خلهم علي يزهلهم انا اقول والله ابو خليل انا اقول خلنا ناخذ رويحاتنا بس نضرب شوف لك دبره بدوا يهوشون لا تطلع مخقل مقربه مع هالدرج ما تطلعون الا بشرط واحد اهم شيء شمغنا لا يروح ترى بنداوم بهم بات ما عليك ازهل سوينا تهوينا شوف احنا صراحه ودنا الحلقه هذه تصير مفاجاه لكم حلو نبي دوتو نغني لا نشود شيله تبي الصراحة لا ما ابغى الصراحة والله سكون تلفزيون الناس إيه شوف احنا طيب شوف جرأتنا شوف جرأتنا ما عليك لا اله الا الله ابو جميري رباط انتم اليوم دخلت الحين وانتم مرسمين وين الرسمية؟ شماغ يعني انا ودي انك تفك شماغ انت وياه احنا نبي نغني هالحين ابو جميري ابد اذا فك شماغ ابراهيم فك شماغ انا جاني خبر انا جاني خبر دقيقة انا جاني خبر ان ابو خليل دائما يحب يفك شماغه ما يحب الشماغ ابد ما شاء الله صحيح انا دائما الرجال اللامعين نعم بعض الرجال ما يشغل الفلاش حق الشاشه ليش عشان يعكس عاكس سبحان الله لمة الشارع لا قصدك تشتغل بالسياره كامله طق لطمه حلو يلا تبون شيء تبون شيء انا خلي نمهد لك شوي نقول لك نقول لك الدراسه الشعار تجربتك عندي تجربتك عندي هم اللي سوينا دعايه اشتروا ولا لا صراحه انت اشتريت من دعايه حقتنا يلا ابو خليل هو اصلا لا والله ما اشتريت انا ابي ثنتين وش انا مضيق نصدي ثنتين وش هالطوق ذا هذه بطيء ينتف ينتفه اي والله طق هذا وابد هو من نفسه يحب
النت الحين ترى انت تفخش منك ازعجت انا. اي والله كنا كذا بدات تمون. اي والله ما سمعتوه. عطنا سالفه. لا هم اعطونا وش سالفه الشعر؟ وش شعرك؟ ما له شيء نعم لامع جدا. سجل عندك واحد اصلع دايم يحلق مكينه صفر عشان يساوي الشعر. ايوه احنا اهل الشعور ما عمرنا شفنا صلعان. لا نبي نشوفهم. لا يعني انتم كشبير شنين يعني. اوه انا املحكم انا. جميل طبرنا الملاحه كلها ما شفنا شيء. لا بس ناب 24 ساعه اليوم عبد الله صلع عبد الله الحمد اليوم ذبح الذبح يقول انت صلجك انت صلجك. انا قلت والله لا اعطيك حظر. انا واحد قال لي حاجتين يا انك تفتخ شماغه على الهواء ولا تخليه ينشد. كل واحدة اختار ترى ابراهيم اعطيكم معلومة عن ابراهيم ترى ما يحفظ اناشيد يعني انت حافظ اوكي انا ما اعرف انا ولا حافظ اناشيد نشارككم احنا ندخل معاكم اغنيات منشد اسمع كل يوم ليس الغريب غريب الشام واليمني احنا ندخل معاكم اغنيات هذا اللي نبي احنا بس ما ودنا نصدمكم ايه ودنا انت من نفسك على حسب اختيارك حوادث الدعوه ايه انا كلمني المهندس الحين يقول بدخل لكم صدى وحركات والله ينزل لك صدى كبليهات والله ما كبليهات وهذول عندنا هرمونيات والله ما ادري والله لا بالنشيد شوف يقول لك شوف يقول لك دراسه نعم الدراسه وش تقول؟ الدراسه هذه يعني دور معنا مشكله لا قال لك دراسه الصلاه يقول دراسه اسلم لا يقول لك دراسه الممثلين ما ينشدون تخصص إمام بالتخصص إمام بالتخصص أبو فهد ممثل وأنا مقدم سمعهم شوف أنا ممثل والله اسمعوا يلج خلنا يقول يقول أبو فهد ما كان منشد وأنشد بيطلع له عمل حتى بفضل الله ثم هندس صوت بعد ما طلعت من زد رصيدك قالوا نبي نعطيك مبلغ وقدره بس ما تنشد عشان ما كسر ما كسر الدنيا عليه بس بيضا تبينا ننشد بعد ما نقدر احنا نخاف نسحب البساط الاحمدي احنا نبي بيت بسيط تهديد للمنشدين وحق الشيلات نخليهم يشدون حيل يعني نقول لهم انتم يا شباب انتبهوا لنفسكم ايوه لا والله لا لا والله لا يا جماعه انا طيب ليس الغريب غريبه يلا اسمحنا اسمحوا انت علشان اسمع غريب يلا يا مان الصوت يا عيال استحى ناظر بدا ينتف عطهم صدى وترتيبات صوت خلوهم ياخذوا النفس يا الحين انتم قلتوا نبي نسمعكم قبل تو انتم هناك اعطاك صدى جاهز يلا تكلم خس واحد في الاذاعه صدى ليس ليس يلا بسم الله انا بصير كبلها وانا الكوراد يلا انا بصير معك يلا غنوا انا اها لا انت اعطونا واحده عشان صديقي اللي يوم ضيق يتضايق ايوه هذه بس انا دائما عليها اللي يشاركني همومي وضيق الله احزن في البيت هذا انا ما ابدأ عشان يبدأ تذكر لا يحضرني لا يحضرك إيه؟ لا ابدأ بقى عشان على طول يدخل هو صديقي اليوم انا ما اعرف اللحن انا لازم يلا انا اعرفه هو صديقي هذا كورال يا اخوان والله ما يدرون يا رجل لا والله هذا ممثل خلونا نحقق امنية الناس قالوا انا عندي بمنش قل لهم لقيت واحد يلا لقى واحد يلا بسم الله خلو خلص بس ترى ما اعرفك اي ما عليك اللي تبلاش بقول يلا تمتم ايه يا خيالي رد جنحانك الجو انصفى ليت روحا يلا العشاء قام حظكم يا اخوان بالراحه ابو سامي انا مضيع جوالي يا ابو خليل ابو سامي ابو خليل الله يحييك الله عشان جاهز الله يبقيك نبي طعمك التعشى والله عشاء لا صار زين اترهم لا انا مو مستمتع
انا انا بعطيكم نشيد ان شاء الله بس بعد العشاء ان شاء الله. وشو؟ ايه ان شاء الله. وشو؟ نشيد اللي سبرايز مفاجأة. عارف شيء؟ وحنا بالطريق ودنا نستمتع عشان تنفتح حياتنا. يلا 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 تكفى يا بس يلا. نبي كورال ماشي يعني حلو 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 اللون الشعبي يلا يلا حلو. مرحبا 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 مرحب